مشاهدينا، كثيرا ما نسمع بشكل واعظ عن أهمية بر الوالدين وأثرها على الحياة، لكن أن يكون هناك مبادرة عملية تحث الشباب على بر الوالدين، هذا جديد الذي جاءت به حملة أنا مرضي الوالدين في المغرب. ومعنا الحديث عنها الأستاذ مراد شمارخ، منسق حملة أنا مرضي الوالدين. يسعد صباحك أستاذ مراد، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم، شكرا لقناة دار الإيمان على هذه الاستضافة. شكرا لك وسعيدين فيك. عرف المشاهد أكثر أستاذ مراد، ما هي حملة أنا مرضي الوالدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بحملة أنا مرضي الوالدين، هي حملة شبابية مجتمعية تنظمها شبيبة العدل والإحسان بالمغرب. وشبيبة العدل والإحسان هي امتداد شبابي لجماعة العدل والإحسان، وهي أكبر حركة دعوية في المغرب. فهي تنظم هذه الحملات في كل سنة لإعادة الاعتبار لمجموعة من القيم. هذه السنة اخترنا لحملتنا شعار وقيمة بر الوالدين، لكي نعرف الشباب المغربي أكثر بأهمية بر الوالدين في حياته، سواء الخاصة أو حياته العامة، ولكي نعيد الدفء للعلاقة المقدسة التي تجمع الوالدة بالولد والابن بأبيه بمجموعة من المبادرات التي أبدعتها الحملة. هل هناك يعني عوامل ساعدتكم أو ربما ألهمتكم لاختيار موضوع بر الوالدين تحديدا في هذه الحملة؟ هناك مجموعة من العوامل، هناك مجموعة من السياقات إن صح القول التي فرضت أو التي أوجبت علينا أن نختار هذه الحملة. أولا، وهو هذا ما نسميه بهذا المد أو هذا الغزو العولمي الثقافي الذي يتعرض له الشباب، والذي بدأت تضمحل مجموعة من القيم الحسنة ومجموعة من الأخلاق الحميدة في تربية الشباب. فحرصنا الدائم على أن يستمر وخلق بر الوالدين في المجتمع كان من أهم الأمور. أيضا أن نحارب مجموعة من مظاهر الجفاء التي بدأت تظهر على مستوى العلاقة بين الأبناء والآباء. فهذا أيضا مما حرك لدينا الدوافع لكي نمضي في هذه الحملة. ثم الحملة أيضا هي إعادة للاعتبار لقيمة المجتمع ولأهمية بر الوالدين في المجتمع وفي حياة الشباب خصوصا. جميل يا جميل، يعني هي فعلا موضوع مهم جدا، موضوع بر الوالدين، وخصوصا مثل ما ذكرت يعني في العصر الحالي والشباب اللي ربما أخذتهم الحياة وبعدتهم عن هذه القيمة المهمة. أبرز الأنشطة اللي قمت عليها في هذه الحملة ما هي أستاذ مراد؟ نعم، على مستوى الأنشطة التي قمنا بها في هذه الحملة، فقد اختارت الحملة أن تنحو منحيين على مستوى التفاعل مع الشباب. المنحى الأول هو منحى تواصل إعلامي، من خلاله قمنا ببث مجموعة من القيم الحميدة المتعلقة ببر الوالدين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن هذه المواقع يعني مواقع التواصل الاجتماعي الأقرب للشباب، ويعني الشباب هو متمكن من آلياتها على مستوى التدوين، على مستوى نشر الصور. فكان المنطلق وهو هذه الفضاءات التي تجمع أكبر عدد من الشباب سواء على مستوى المغرب أو على المستوى العربي. فكانت حملتنا وأنتجت حملتنا مجموعة من المبادرات التي تهتم بهذا الشق الإعلامي، وعلى رأسها ما سميناه بسيلفي المحبة أو سيلفي رضا كما يتداول هنا في المغرب. ما هو سيلفي المحبة؟ سيلفي المحبة وهو صورة يعني يأخذها الابن مع والديه تعبر عن مشاعر ومعاني الحب لوالديك، تقبيل رأس أو تقبيل يدين. جميل. ويقوم الشاب بنشرها على مستوى صفحته على الفيسبوك، وكذلك نشرها على مستوى صفحتنا على الفيسبوك، صفحة الحملة. وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا جدا من شباب المغرب، بحيث وردت علينا مئات إن لم نقل آلاف صور على صفحتنا، وقمنا بنشرها تباعا. أيضا قمنا على مستوى الشق الإعلامي بإبداع مجموعة من المبادرات سميناها خطوات البر إن صح باللغة العربية، ولكن بالدارجة المغربية سميناها خطوات رضا. نعم. فهذه الخطوات كنا ننشرها كل يوم ونطالب الشباب المغربي بالقيام بها. هذا على مستوى الشق الإعلامي. على مستوى الشق الآخر وهو الشق الجمعوي أو الشق الميداني، الذي اختار الشباب المنتمون إلى جماعة العدل والإحسان، وكذلك الشباب الحامل لقيم الخير ولقيم المحبة، أن ينزلوا إلى الفضاءات العامة لكي يتواصلوا مع الناس، فقد قمنا بمجموعة من المبادرات كزيارات لدار المسنين، أيضا خرجات على مستوى الشارع المغربي والتواصل مع الشباب المغربي وتعريفهم بهذه القيمة المهمة وهي قيمة البر. كذلك أبدعنا مبادرة أخرى على المستوى الميداني، وهي أن نتيح الفرصة للشباب لكي يتصلوا بأبائهم مباشرة، ولكي يعبروا بأبائهم عن معاني الشكر وعن معاني الامتنان والافتخار بهم
وبتربيتهم لهم. فكذلك كانت هناك مبادرات أخرى على مستوى صفحتنا نعم. على الفيسبوك مثلا كعالمية الحملة مثلا، ومن خلال هذه عالمية الحملة أردنا أن يصل معاني الحملة إلى أكبر عدد من الشباب سواء على مستوى المغرب أو على المستوى العربي، لكي يصبح هذا البير خلقا وسلوكا لدى الشباب. جميل. إذن هي ليست فقط حملة عملية على أرض الواقع، إنما استثمرتم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال وجميل جدا لتوسيع هذه الفكرة. طب هل هناك تفكير في توسيعها أيضا خارج حدود المغرب؟ الهدف من مواقع التواصل أو اللجوء إلى مواقع التواصل هو أن يكون للحملة طابع أكبر من الطابع المحلي الذي تنطلق منه هذه الحملة. فلا نخفيك أن هذه النية كانت أيضا موجودة عندنا، كيف تصير هذه القيمة وهي قيمة البر قيمة مشتركة بين الشباب العربي، وأن يكون الشباب العربي نموذجا في العالم لاحترام أبائهم. إن كان الغرب يمحون مناحي أخرى على مستوى التعامل مع الأب في خصوصا عندما يتقدم بهم السن، فإننا أردنا أن يكون الشباب العربي مثالا لغير ذلك وقدوة لشباب العالم في احترام والديهم، في إظهار معاني العرفان ومعاني الجميل للأبوين الذين احتضنا هذا الطفل وهو رضيع واحتضنا في مختلف مراحل عمره حتى صار راشدا ناضجا. فالحد الأدنى وأضعف الإيمان أن يكون هذا الشاب في مستوى يعني هذا الخلق، وأن يكون متميزا بخلق الاعتراف بالجميل لوالديه. إذن هي قيمة فعلا مهم ترسيخها في المجتمع، وشو ما قدمنا لهم نبقى مقصرين في حق الوالدين فعليا. أستاذ مراد، كنت معنا من المغرب للحديث عن حملة مرضي الوالدين، نشكرك فعليا على هذه الحملة وشكرا لتواجدك معنا.